طبعا في قواعد في المشتقات. خدنا هناخد الاول المشتقه باستخدام التعريف اللي احنا كنا بنسميها هناك في الدرس في الجزء السابق الميل. المشتقه هي الميل، او تسمى باسم المشتقه او تسمى باسم الميل، ويرمز لها برموز، اما ان تسميها اما، او تسميها لو كانت الداله واي يكون اسمها واي داش او واي شرطه، ولو كانت الداله اسمها اف اكس تسميها اف شرطة X، أو لو كانت Y ممكن نسميها DY على DX. دي كلها رموز إلى كلمة المشتقة. يبقى ممكن أن تسمى M أو تسمى Y شرطة إن كانت Y، أو DY على DX، أو FX، أو F أو F شرطة X لو كانت الدالة اسمها F، فإن المشتقة بتسمى F شرطة X، ولو كانت Y تسمى المشتقة واي شرطة، أو تسمى الميل، أو تسمى دي واي على دي إكس. مثال مشتقة الدالة عند أي نقطة بقى. أوجد مشتقة الدالة إف إكس اللي هي بتساوي 4x + 2 - 5x + 8 باستعمال النهايات. طبعا في طريقة أسهل بعد كده هناخدها باستعمال قواعد الاشتقاق، أما باستعمال النهايات يعني هنستعمل نفس القاعدة اللي مكتوبة أمامي. ثم بعد كده احسب قيمة المشتقة عند x تساوي 1، وبعد كده عند x تساوي 5. يبقى المشتقة باستعمال النهايات كأنها مسألة الميل السابقة، اللي هي f داش أو f شرطة x بتساوي ليميت لما ال h تؤول إلى صفر لي f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h. طيب تعالى بقى هنعوض هنا عن كل ال x هنا بقيمة x زائد h، x زائد h. يبقى هكتب 4 في x زائد ال h بكل تربيع ناقص 5 في x زائد ال h زائد 8 ناقص f في x نفسها اللي هي 4x تربيع ناقص 5x زائد العدد 8. كل ده على h. نبدأ بقى تفك القوس. هنعمل فك القوس ده الأول، x في x في x تربيع نضربها في 4 تكون 4x تربيع. 2x في h ب 2x h في ال 4 تكون 8hx زائد h في h في h تربيع نضربها في 4 تكون 4h تربيع. سالب 5 نضربها في x تكون سالب 5x، سالب 5 في h تكون سالب 5h، بعد كده زائد العدد 8، وعلامة السالب المسبوق بها القوس بتغير إشاراته فقط، يعني سالب موجب بسالب 4x تربيع، سالب سالب موجب 5x، سالب موجب سالب 8 على ال h. نبدأ بقى بعملية حذف المتشابهات. طبعا أنا عندي هنا 4x تربيع وفي هنا سالب 4x تربيع اتشطبوا مع بعض، في هنا موجب العدد 8 وفي هنا سالب العدد 8، في هنا سالب 5x وفي هنا موجب 5x. يبقى كل عدد مع نظيره الجمع شطب مع بعض، تبقى عندي 8xh أو 8hx هنا زائد 4h تربيع ناقص 5h على الh. نلاحظ ان فيه هنا h وفيه هنا h وفيه هنا h، فبناخد الh دي عامل مشترك يبقى هنا 8x، بناخد h بس من هنا يبقى 4h، بناخد الh يكون هنا 5، أي أن ال h عامل مشترك في 8x زائد 4h ناقص 5 على h. ثم بعد ذلك نشطب ال h مع ال h فتكون الباقي عندي هو 8x زائد 4h ناقص 5. نعوض وما نكتبش limit، يبقى هنا نعوض دون كتابة النهاية، دون كتابة limit. لما بنعوض بقى هنعوض عن ال h بالعدد 0، ال h بالعدد 0 يبقى تكون 4 في 0 يعني ده كده قيمته 0، فيكون المتبقي عندي هو 8x ناقص 5. دي تسمى f شرطة أو المشتقة عند أي نقطة، تسمى هنا المشتقة عند أي نقطة. طب أنا عايزها عند x تساوي 1، يبقى هبدل هنا الاف، كانت المسألة هنا اسمها اف شرطة اسمها اف
شرطة X، فأصبحت F شرطة X عندي، F شرطة X بتساوي 8X ناقص 5. أبدل بقى كده في المشتقة اللي عندي هنا مرة عن الإكس بواحد، فتكون F شرطة 1 تساوي 8 في 1 زائد 5. وطبعا المسألة بسيطة لكن يفضل استخدم الآلة الحاسبة. ف8 ادي 8 وتفتح قوس تكتب 1 تقفل قوس زائد العدد 5 زائد 5 فالناتج يساوي 13. يبقى F عند العدد 1 يساوي 13. نفس الكلام هنعوض عن الاكس بالعدد 5 فهتكون F شرطة 5. يبقى هفتح قوس هكتب 8 وافتح قوس واكتب 5 8 5 اقفل القوس زائد العدد 5 زائد العدد 5 الناتج يساوي 45. وبكده نبقى وجدنا المشتقة عند العدد عند اكس تساوي 1 وعند اكس تساوي 5. ننتقل الى قواعد الاشتقاق. وطبعا قواعد الاشتقاق عندي مشتقة العدد الثابت تساوي صفر، ومشتقة القوة، مشتقة القوة يعني مشتقة الأس، لو كان عندي هنا F بتساوي X أس N حيث N عدد حقيقي، فإن المشتقة بننزل الأس N في الأول تكون N في X ونطرح من الأس واحد يبقى أس N ناقص واحد. مثال اثنين، أوجد مشتقة كل دالة مما يأتي. الكلام ده صفحة 750. F X بتساوي X أس 9. الكلام هنا بنعمل إيه في المشتقة اللي لها قوة أو لها أس؟ بننزل الأس، ننزل الأس نضربه في المعامل ونطرح منه واحد. يبقى بننزل الأس ونطرح منه واحد. يلا ننزل الأس، فهننزل التسعة نضربها في المعامل اللي هنا اللي كأنه واحد، تسعة في واحد بتسعة، ونكتب إكس ونطرح من الأس واحد، تسعة ناقص واحد أي أنها 9 إكس أس 8. يبقى لما بيكون عندي مسألة بالشكل ده، وأفترض إن أنا عندي مسألة تانية اسمها إف إكس بتساوي 5 إكس أس 4 زائد 6 إكس أس 3 ناقص 20. نوجد المشتقة إف شرطة تساوي، إف شرطة إكس تساوي، هننزل الأربعة نضربها في العدد 5، 4 في 5 تكون 20، ونطرح من الأس 1 بدل ما كان 4 يكون 3، زائد نزل الثلاثة نضربها في 6 تكون العدد 18، وتكتب X وتطرح من الأس 1 يكون 2. أما مشتقة العدد الثابت تساوي 0، وتذكر دائما أن مشتقة الثابت اللي هو العدد اللي بدون X دائما تساوي صفر. يبقى تذكر أن مشتقة العدد الثابت تساوي صفر. يعني لو جاب في أحد المسألة في الاختيارات الدالة اسمها FX تساوي جذر 20، وقال لي أوجد المشتقة أو فإن المشتقة تساوي 20 ولا 18 ولا صفر، والنتيجة تساوي صفر لأن هذه الدالة دالة ثابتة، ومعنى ثابتة يعني ليس بها متغير X. ننتقل إلى الفقرة B. GX بتساوي الجذر الخامس لX أس 7. أول شيء بنفتك من الجذر بنتخلص منه، فبكتب الX وبكتب الداخلي على الخارجي خليه أس 7 على 5 يعني GX، وده تجهيز بالمسألة لسه لم نوجد المشتق، أنا بس بجهز المسألة. فتخلصت من الجذر إزاي؟ بكتب الX وبكتب الأس الداخلي على دليل الجذر، أو بسميه الداخلي على الخارجي باختصار، يعني بتكون X أس 7 على 5. فتكون جي شرطة بقى المشتقة بتساوي، ننزل السبعة على الخمسة نضربها العدد اللي هنا كأنه واحد، 7 على 5 في 1 تكون 7 على 5 X أس 7 على 5 ناقص 1. 7 على 5 ناقص 1 بنطلع بالآلة الحاسبة وبنكتب شرط الكسر 7 وتحت 5
ونتحرك يمين ونكتب ناقص واحد، النتيجة تساوي 2 على 5، يبقى 7 على 5 اكس اس 2 على 5. طبعا بدون الآلة الحاسبة سهل جدا ان انا اجيبها، بكتب المقام نفسه ما بيتغيرش وبطرح اللي تحت من اللي فوق، يعني بقول 7 ناقص 5 تكون 2 وبس. طيب لو كانت المسألة عندي اسمها اتش اكس بتساوي 1 على اكس اس 8، الاول نرفع ديت من المقام الى البسط، عند رفع من المقام الى البسط بتتغير اشارة الاس، يبقى عند الرفع من المقام الى البسط او العكس بنعمل ايه؟ بنغير اشارة الاس، يعني الاس كان مكتوب موجب 8 فغيرته اصبح اكس اس سالب 8، يبقى لما برفع ديت اضربها فوق الواحد فبتكون 1 اكس اس سالب 8. فنوجد بقى المشتقه اتش شرطه، بننزل السالب 8 نضربها في العدد اللي هنا اللي هو 1، سالب 8 في 1 يعني سالب 8، ثم بالاله الحاسبه بقى ونكتب سالب 8 ونطرح من الاس 1، ادي سالب 8 سالب 8، وتطرح من الاس 1 الناتج يساوي سالب 9، يبقى سالب 8 اكس اس سالب 9. مثال ثاني، ده مثال صفحة 158 ايه، اوجد مشتقة الدالة اف اكس بتساوي 5 اكس اس 3 زائد 4. خلاص بقى بنضرب الثلاثة في الخمسة تكون 15، ونطرح من الاس 1 يكون 2، والعدد الثابت مشتقته صفر. ولا تنسى وتذكر دائما ان مشتقة الثابت يساوي صفر، يعني لو كتب لي في احد المسائل اف اكس بتساوي 7 فان اف شرطة اكس تساوي صفر. ننتقل الى صفحة 160، قاعدة اسمها مفهوم مشتقة ضرب دالتين. لو كان عندي دالة اسمها جي ودالة اسمها اف، فان مشتقة ضرب الدالتين بيساوي اف شرطة للاكس، والمرة الثانية جي شرطة للاكس. ولما اكتب اف شرطة للاكس اكتب الجي معاها بدون تفاضل او بدون اشتقاق، ولما اكتب الجي شرطة اكتبها بدون تفاضل بدون اشتقاق. مثال، قاعدة مشتق ضرب دالتين، باستخدام القاعدة اوجد مشتقة كل دالة مما يأتي. احنا هنكتفي طبعا بهذه المسألة، اوجد مشتقة الدالة h x تساوي x اس 3 زائد ناقص 2 x زائد 7، الدالة الثانية اسمها 3 x تربيع ناقص 1. طبعا اللي هنا دي بتسميها الأولى، اللي مكتوبة في الأول أدي الأولى، واللي هنا دي بنسميها الثانية. فقاعدة مشتقة ضرب دالتين بنكتب الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، يبقى تاني الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. تعال بقى نكتب الأولى، بنكتب الأولى نفسها دون أي تغيير. أدي الأولى x أس 3 ناقص 2 x زائد 7، أدي x أس 3 ناقص 2 x زائد 7. في مشتقة الثانية، الثانية لما بننزل الاثنين نضربها في الثلاثة تكون 6 ونطرح من أس 1 يعني 6 x، أما العدد الثابت فمشتقته صفر ما بنكتبوش، زائد بنكتب الثانية كما هي، والثانية هي 3 x تربيع ناقص 5 في مشتقة الأولى. مشتقة الـ x أس 3 بننزل الأس نضربه في المعامل اللي هنا 1، يعني 3 في 1 ب 3 x تربيع ناقص x أس 1، دايما بنكتب مشتقتها بالعدد المسبوقة به اللي هو سالب 2، ثم بعد كده نعمل فك الأقواس والاختصار. يبقى تذكرة هنا لا تنسى أبدا، يبقى هنا تذكر أن، نتذكر أن إيه؟ رقم 1 مشتقة العدد الثابت يساوي إيه؟ حد يفكرني، يساوي صفر. يعني لو كان عندي الدالة اسمها إف إكس بتساوي 8 فإن مشتقتها f شرطة x تساوي العدد 0. طيب ولو كان عندي
دالة اسمها اف اكس بتساوي 8 اكس، فإن مشتقتها اف شرطة بتساوي العدد المكتوب قبل اكس بس أيا كان وهو 8. ولو كان عندي دالة اسمها اف اكس بتساوي اكس أس 3، فإن مشتقتها اف شرطة اكس، بننزل الأس ونطرح منه 1، يكون 3 اكس أس 2. هذا وبالله التوفيق، فنكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.